اطير الى نادي الزمالك ومراسلنا الاستاذ علي شحاته. علي شحاته السلام عليكم يا علي. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك ولكل متابعينا ولكل ضيوفك الكرام. يعني قول لنا يعني تحيات كل الاستوديو هنا ليك، قول لنا واحنا معانا بنعرض على الهواء مباشره لقطات من داخل نادي الزمالك ومعك من خلال هذا الحصاد، وبذكر الناس لايكات لو سمحتوا، والحاضر يعلم الغايب، ولو سمحتوا نشير، نحن في تغطيه خاصه لانتخابات نادي الزمالك وتغطيه متميزه على مدار الساعه وحتى اعلان النتيجه. قول لنا يا علي في اول رساله الاوضاع عندك ازاي؟ طيب في البدايه استاذ عبد الناصر دلوقتي الاوضاع احنا خلاص تم غلق باب التصويت وحاليا السياسي المستشار رئيس اللجنه العليا للانتخابات بيحاول يطلع الناس او يطلع كل المناديب اللي هم اللي مش مناديب بيطلعهم بره حرم الانتخابات علشان يبدا عمليه الفرز. حتى الان لم تبدا عمليه الفرز، كل الناس مستعده بتتجهز لبدء عمليه الفرز، لكن اسمح لي يا علي استوقفك هنا، هل انتهى الهرم الانتخابي اللي حدده رئيس اللجنه اللي هو داخل نادي الزمالك بعد ما اغلق الابواب الرئيسيه الساعه 7 واعتبر كل ما هو داخل النادي وما صوتش هو هرم انتخابي، هل انتهت كل الناس من الابداء باصواتها يا علي؟ عايز اقول لحضرتك انه تم غلق الباب بالظبط الساعه 7:13 دقيقه. تمام. يعني من كثر التدافع عبد الناصر ما قدروش يقفلوا الباب غير الساعه 7:13 دقيقه. تمام. بعد الوقت ده بالظبط كان فاضلنا اكتر من نص ساعه على بال او ساعه الا ربع بنخلص الناس اللي موجوده بيخلصوا التصويت. تمام. في عدد كبير جدا دخل في اخر ربع ساعه او اخر 10 دقائق اللي هم اللي دخلوا ما بعد الساعه 7، دخل عدد كبير جدا وفي عدد كبير جدا ما دخلش. تمام. برضه استاذ عبد الناصر الازمه هنا عندنا مش ازمه انها يوم واحد، لا الازمه في المكان نفسه، اختيار ملعب عبد اللطيف ابو رجيله كمكان الانتخابات كان اختيار سيء جدا، ما فيش غير مكان واحد للدخول، ما فيش والمكان اللي هو الخروج كان باب متر واحد بس استاذ عبد الناصر، حصلت ازمات كثيره جدا. انا عن نفسي استاذ عبد الناصر قبل غلق الباب ب 10 دقائق وانا مش بدعي البطوله، انا نقصت ست عندها اكثر من 70 سنه داخله تدلي بصوتها من الموت والله العظيم زي ما بقول لحضرتك، في تدافع كبير جدا، دخول الخروج من باب صغير، لكن مكان الانتخابات نفسه هو ده كان المشكله، كان ممكن يكون ليها حل اكثر يعني حلول اكثر من كده. الاستاذ مصطفى منصور طول اليوم بيقول في الميكروفون، ودي حاجه غريبه جدا لما يبقى في ميكروفون مع المرشح، انا اقول كل الملاحظات اللي انا لاحظتها. طبعا كان بيقول ان هو طلب من الوزير اكثر من مره الانتخابات تبقى على 3 ايام، لكن الوزير رفض وصمم ان هي تبقى على يوم واحد على حسب رغبه المنافسين زي ما هو قال بالظبط. كمان انا هبدا بس اليوم بتاع الاستاذ عبد الناصر كان يوم طويل جدا، اول مره اشوف انتخابات يحصل فيها كم الاشتباكات دي. كم اشتباكات كبير جدا. بعد ما قفلوا الباب الاشتباكات ما خلصتش يا استاذ عبد الناصر ما بين انصار قائمه الكابتن احمد سليمان وقائمه الاستاذ مرسول منصور. الناس اتعورت كتير جدا، في حالات اغماءات بالجمله يا استاذ عبد الناصر ما بين هنا وما بين هنا، في ناس اتعورت كمان، وفي واحد يعني في واحد احد المناصرين لقائمه الكابتن احمد سليمان خد حوالي 3 4 غرز في وشه، يعني اول مره نشوف انتخابات بالزخم او بالصعوبه دي. لكن العمليه الانتخابيه كانت جوه الانتخابات، يعني جوه، عشان بقول لحضرتك العدد مش مشكله، اهم حاجه التنظيم كان سيء، الدخول كان صعب جدا، انا كنت طول اليوم بتابع مشاهدينا ومتابعينا على كره بلدنا بوريهم الفيديوهات، فعلا يا فندم الدخول كان حاجه يعني تشبه انك انت داخل عمليه انتحاريه، باب يعني المتر حوالي 4 متر استاذ عبد الناصر بيدخل منه ما يقارب من 40,000 مرشح، ودي يعني ده النسبه التقريبيه اللي انا يعني انا رصدتها، حوالي 40,000 مرشح الساعة 9 لحد الساعة 7 او 13 دقيقة كان المرشحين ما فيش لحظة، يعني وده الشيء الإيجابي الوحيد إنه كان في يعني عدد كبير جدا من الناخبين دخلوا النهاردة يطلب صوتهم من بداية اليوم لحد نهاية اليوم.